بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيكة اليوسفي اليوستفندي. السفندي طبعا احنا عارفين انه موجود في السوق اليومين دول بكثرة، وطبعا احنا عارفين فوائده، كله فيتامين سي عالي عشان يقوي مناعتنا شوية عشان البرد، فبندخله في اي حاجة نقدر عليها. فالنهاردة انا هعمل كيكة باليوسفي. طبعا احنا هنجيب اليوسفي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، نغسله كويس قوي، نغسل الجلد بتاعه عشان هنستخدمه بالقشر بتاعه. وطبعا الكيك محتاج سكر، معايا كوباية وربع سكر، ادي كوب وادي ربع، ومعايا فانيليا، معلقة فانيليا، ومعايا كيس بيكنج باودر هنخلطه على الدقيق بتاعنا، ومعايا 3 حبة بيض زي ما احنا شايفين، ومعايا نص كوباية زيت بالشكل ده، ومعلقة خل. احنا عارفين طبعا الخل الابيض بتاعنا، تمام. والدقيق انا جايبه 3 كوبايات دقيق، هستخدم منهم على قد السائل ما هياخد مني، والباقي هنشوف هنعمل بيه ايه. وطبعا الصينيه بتاعتنا انا محضراها زي ما احنا شايفين، دهناها زيت ومبدراها بالدقيق من القاع ومن الجوانب، وهنضرب الكيك بتاعنا في الخلاط بمنتهى السهوله. هننزل الاول بالزيت والسكر والبيض، نضربهم تماما لحد ما يبقى لونهم ابيض. ومن عوامل نجاح الكيك ان احنا نستخدم سكر ابيض ودقيق. طبعا دقيق لازم يكون فاخر ونوع نظيف، ده لو ما كانش دقيق سبونج. والحليب لو بتستخدمي ال3 حاجات دول، الحليب والسكر الابيض مش السكر الغامق، وتضربيهم لمدة 5 دقائق او 4 دقائق على الاقل في الخلاط لحد ما لون الخليط يفتح معاكي جدا، ده هيديكي نتيجة تحفة للكيك، وهيبقى ابيض جدا وهش وشكله جميل. هنشوف مع بعض بقى الخطوة الجاية. الخطوة دي انا هنزل بالسكر بتاعي زي ما انا شايفة كده، انا حطيت كوباية مية او كوباية حليب زي ما تحبي، و كوباية وربع سكر، و3 بحبة بيض، وهنضربهم، وهنضيف معلقة فانيليا، معلقة صغيرة. طبعا عندي اليوسفي زي ما احنا شايفين، انا بقطعها 2، بنقطعها 2 كده ونشيل منها البذر، ونتأكد تماما ان احنا خرجنا منها كل البذر بالشكل ده، هنخرجه دلوقتي. وادي التانية، هنشيل بس الجزء ده عشان ما يبقاش عقبة معانا في الخلاط. نشيل الجزء ده اللي هو بتبقى فيه الوردة، وهنقطع الاستفندية قطعتين ونشيل منها البذر زي ما انا قطعت دي كده، وشلت الجزء اللي هو ده الجزء الناشف، وهفضي منها البذر. وعندي الدقيق اهو، هنزل عليه بالبيكنج باودر الكيس بتاعي، انا نخلته كويس. يفضل تنخلي الدقيق اكتر من مره، كل ما تنخلي الدقيق اكتر كل ما تخلله الهواء ويدي خلي الكيكه بتاعتك هشه وخفيفه. اقلبه كده وانزل بقى باليوسفي، انضفه من البذر، وانزل في الخلاط بعد ما ضربت السكر والسكر بقى مع الميه مع البيض والزيت، واكمل معايا. ده شكل الخليط معايا اهو بعد ما اتخلط بالشكل ده في الخلاط، لونه اورنج وريحته تجنن. طبعا انا بصفيه عشان اضمن ان مفيش فيه اي شوائب. في المرحله دي انا هضيف معلقه خل صغيره كده، ودي وجودها هنا كرافع للكيك زي محسن الخبز، والصوص بتاعي هو صافي وجميل لان انا صفيته، ولونه اورنج وجميل وطعمه خطير وريحته جميلة. عندي الدقيق اللي انا قلبت فيه البيكنج باودر زي ما احنا شايفين، هنزل بيه شوية بشوية واقلب. بسم الله كده، واقلب في اتجاه واحد زي ما احنا عارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. هفضل اقلب لحد ما يختفي قبل ما اضيف تاني. كده
انا مجهزة عندي صينية مقاس 26 ودهناها بالزيت، ممكن تدهنيها بالزبدة، مكعب زبدة تمشيه فيها، وبعد كده تلفي فيها بالدقيق تغطي الجوانب والقاع بتاعها تماما عشان لما تيجي تقلبي الكيك يطلع معاكي بسهولة. تقلبي كده زي ما انتي شايفة معايا لحد تجيبي كل حاجة. بسم الله، او البول عشان الكيك ما يتقلش معاكي فجأة. ترشيه كده ودلوقتي انا خلصت الكيك زي ما احنا شايفين تقله بالشكل ده زي البانكيك كده. هننزل في الصينية بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، تلتين الصينية عشان لسه هيرفع معانا. لو عندي حاجة زيادة ممكن احطها في قالب صغير. وده شكل الكيك، نهزه كده طلع منه اي هواء. وفي المرحلة اللي قبل دي وانا بقلب دقيق انا كنت شغلت الفرن يسخن، ما بشغلوش من الاول قوي عشان لو سخن قوي الكيك هيرفع مرة واحدة ويهبط مننا تاني. ونحطه في الفرن ونشوف النتيجة ان شاء الله مع بعض.